صباح الخير استاذ جورج، سامعيننا صباح الخير. اهلا 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 لواء. لواء، كتبت تغريده قبل قليل بتقول فيها لما دولتنا العليه قالت علنا انه الخط 29 هو خط فوضي، فكانها تقول سلفا للعدو انها ستتنازل عن هذا الخط، وبالتالي تكون قد خسرت التفاوض سلفا، وهذه تسمى حماقه او بالاحرى خيانه تفاوضيه. سمعت شيء اسرائيلي حكي عن خط التفاوضي اليوم، هذا التصريح طلع عن كل يعني المسؤولين من راس الدوله الى رئيس الحكومه الى الوزير الخارجيه الى كل المعنيين، اليوم عم تتهمون بخيانة تفاوضية. تسمعني جنرال؟ اوكي، اللي بدي اقوله بس كلمة قبل عن موضوع مجلس النواب. اللجنة النيابية، مجلس النواب بيعمل قوانين، إجراء التنفيذ بحاسب على مخالفتها. واللجنة النيابية كل لجنة مختصة بوزارة أو اثنين أو ثلاثة حسب حجمها. ورد اللجان هي اللي بتعمل تشريع او بتعمل صيغه تبع القوانين، هي اللي بتراقب، والمحاسبه على مجلس النواب هي بتلفت له نظر. دور التشريع عمل القوانين ماشي حاله، انما دور المراقبه والمحاسبه مفروض هي في كل من الاربع سنين اللي قبلون وقبلون وقبلون ما في مراقبه ومحاسبه، لا مراقبه تنفيذي لا محاسبه الوزراء على المخالفه. في تشريع وبس، هيدا اللي خلى البلد يوصل للوضع اللي احنا فيه، الشيء نظري باغلب الاحيان. هيدي نقطة مركزية. النقطة الثانية بالنسبة لانتخاب اللجان، كلهم من دون استثناء لما عملوا المشاركة في قلب اللجان النيابية للتصويت عليها لاحقان، عملوها بطريقة انه كل كتلة نقت المرشحين اللي بدها اياها، وبالتالي صار معروف سلفا مين بده يجي الرئيس بناء على التوافق المسبق. والباقي اسم زائد اسم ناقص بتصير تفاصيل، وعمليا سواء بالتوزيع الطائفي لرئاسه القتال او بالاسماء حتى ذاتها راح يكون الوضع تكرار ب 90% منه عن الصيغه السابقه، وهيدا قضى على توافق مسبق واتصالات متبادله بين الفرق. الرجعه للخط التفاوضي ترسيم، انا ما عم بحكي قلت انا اما حماقه او خيانه، يعني بمقصود بيتساووا بعض نوع المسؤولية لما تكون مسؤول بالدولة أو بأي موضوع. الجهل والتآمر بيتساووا بالنتائج، وبالتالي هيدا منه قدام شخص، هيدا مبدأ عام بأي عمل يكون فيه مسؤول عسكري أمني سياسي اقتصادي. لما جاهل بيكون جاهل أو متآمر النتيجة هي الخسارة. أما بالنسبة لل 23 أنا ما بدي فوت مميزات، بعرف إنه إسرائيل رايحة أبعد من خط 23 تبعنا، ورايحة خط رقم واحد حتى الأيام الثانية ورا، وبعرف إنه رايحين على 29، وبعرف لا 29 يمكن ناخده ولا إسرائيل رح تقدر تاخد المقدمة. بس بالمبدأ العام للتفاوض، ونحن من الأشخاص أنا شخصيا رئيس الفريق العسكري للتفاوض قبل تقريبا درسهم بال 2000 على ال 13 نقطة بالحدود، مضافا للتفاوض على الأسرى من بين 2001 و2004. اسرائيلي بصراحه بضل يطلب الحد الاقصى، وعنده دول كبيره تدعمه ليوصل للنتائج اللي بده اياها. اعتراضي كان مش على حيثيه 23 و29، انما اعتراضي ان يقوم لبنان بالاعلان سلفا قبل التفاوض انه 29 هو خط تفاوضي. تلقائيا عم بتقول لاسرائيل انا بتنازل عنه، تلقائيا بطل قبضتك عليه، عمليا اعطيتها مجال لتصر على خطوطها التفاوضيه وهي ما تعلن عليها. انا عم بحكي عن التقنيه والطريقه والخفه اللبنانيه في التعاطي مع الموضوع، وانت عم تطلب هوكشتاين يجي لعندك، لما عم تطلبه هلا يجي لعندك، وهو اللي اشتغل المره الماضيه وحمل من عنده الطرح اللبناني وراح وما رجع لعنا، عطى خبر وقت السفيره الشيخ انه الاسرائيليه بدهم الخط 23 متعرج، يعني بتعطينا اوله بيرجع بفوتوا على البلوكات من وراه للخط الاوبرسي. انطلاقا من الموضوع انا كمان عم بحكي مش كزميل الشيء، لا تخوين ولا شيء، عم بحكي بالنطاق التفاوض اللي صار. لبنان عم يرتكب خطا جسيم وارتكبه اصلا، ما بعرف كيف بده يرمموه، لما عم بيجهروا علنا انه 29 هو خط تفاوض، هيدا بتنحكي جوات الطاوله، بتنحكى ضمن الغرفه المقلقه، بيتقاتل عليها بالغرفه المقلقه، ما بتطلع تعلنا بتنسحب عنه بسعر. لما بتقول تفاوض يعني بتنسحب بسعر، ما بتنسحب منه بلاش وبتعلنه ببلاش،
هيدا بيت القصيد. طيب البيت القصيد كمان بمحل تاني، ليش برأيك اليوم البعض بيحكي بالكواليس عن صفقة ما، ليش رئيس الجمهورية اليوم ما بيوقع هذا المرسوم المعدل وبحيله إلى الأمم المتحدة؟ بينهي هذه لأنه حسب علمي أنا أنه الأمريكاني تحديدا هوشتاين قال علنا إذا أنتوا ثبتوا الخط 29 مسافتوا التفاوض، لأنه صارت عالمية. بس لو حكينا نحن بال 29 جوات الغرفة المغلقة وقتلنا عليه، لأنه شو اسمها مفاوضات يعني بتكون سرية إلى أن تصل إلى نقطة عالمية بكون تقريبا صار التفاهم عليها، لكن لما بالإعلام تستسلم فيها تلقائيا خسرت معركتك بالنقطة هيدي. والأمريكان اليوم ولا لبنان حتى بلا مسؤول لبناني من الموجودين تحديدا رؤساء ثلاثة سيكون عنده جرأة أنه يبعث اليوم اليوم صارت عند المجلس اليوم صارت عند المجلس النيابي اليوم في حسن النائب حسن مراد قدم اقتراح هذا القانون، هل اليوم حضرتك كنائب اليوم بتأيد اليوم التصويت عليه وبالتالي بس بتكونوا عم تنصفوا التفاوض؟ هيدا الاقتراح القانون عنده الزميل مراد هو لغة تسميه أنا معنوي، لأن حقوق التفاوض بهالموضوع هي عند رئيس الجمهورية. واليوم لتعمل هيدا القانون بصراحه بهيدا بس ما بتلزمه لرئيس الجمهوريه اذا طلعت هذا القانون في تشابك بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه بالموضوع هذا، لان انت صرت بصلب التفاوض اليوم لينعمل القانون وليقلع المجلس والحكومه هلا تصريف اعمال، يعني عمليا كل المهل قاتله صدور القانون. خلينا نحكي بالجد هلا المشروع النظري كان لازم يتقدم من قبل ما نفوت مع هوكشتاين فوت بالتفاوض، انما لما وقفت المرسوم من ايام حكومه الرئيس دياب لليوم في قرار انه ما يبعثوا المرسوم، يبعثوا المضمون تبع المرسوم الترسيم بدون ما يبعثوا الترسيم، والمرسوم بحد ذاته واضح يجي على كل المناطق هوني في مناطق متنازع عليها بالمفهوم العام للكلمه. انما رسم الخطوط ولما بتصير قانون كمان تكون حطيت حالك بزاويه معينه ما بقى فيك تفاوض، يعني عمليا وقفت التفاوض لانه حدك الاقصى هو ال 29. وبالقانون الدولي بعطيك مثل يعني بين كينيا وبين الصومال في نفس الوضع اللي بيشابه لبنان، وربح الصومال على كينيا على كينيا بمحكمه العدل الدوليه 100,000 كيلومتر مربع بوضع مشابه 100% للوضع اللبناني الاسرائيلي بالموضوع هذا. اذا نحن لا مسموح لنا نروح على محكمة العدل الدولية ضمن الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي والهيدا في ابتزاز لنا من زمان. لما انت بتسرق حالك بقلب البيت وبتشيل بولك وشبابيكك ما في تقعد تسال ليش اجى الحرامي؟ اليوم لبنان بالترسيم او حتى ببعض الشعارات متعلقة بالمقاومة خاضع لابتزاز ثاني عنوانه انك انت مفلس، لما مفلس وشحاد بدها تروح على البنك الدولي بدها تروح على صندوق النقد الدولي تلقائيا يعني الدول ناطرتك حتى تقول لك تعال حبيبي بدك توقف على جريت او بدنا نعطيك شويه نقل بدك تدفع هون وهون. التعارض الوحيد المطلوب من لبنان ولا إيلي دوليا هي كل شيء يتعلق بارضاء اسرائيل، وهذا شيء متعارف عليه بالمفهوم الامريكي والاوروبي وغيره. انطباعا من الموضوع نحن حطينا حالنا بوضع ضعيف جدا من ناحيه تفاوضيه ليس من خلال تقنيه التفاوض، قبل بكثير لما سمحنا انه نفلس حالنا وندمر حالنا من جوا. وبيذكر الجورج بأول كلمة لإلي بحكومة الرئيس استقى لحكومة الرئيس سعد الحريري 2019 قلت هذا الدين الذي سنعجز عن تسديده والذي تعرف الدول أن من سنعجز سيكون له ثمن سياسي في لبنان أقل التوطين. نحن اليوم عم ندفع أثمان الوضع وانهيار الوضع الداخلي. ما بدي أخذ من وقت زميلنا جورج عنده بس هيدي الصيغة أنا ما بفوت بمجادلات بين 23 واجباتي كشخص عندي نوع من الخبرة في تفاوضات متنوعة بهالموضوع بقول انه نحن اخطأنا عن جهل او عن مثل ما بيقولوا خيانة، بس انا بقولها جهل بصراحة، لكن النتيجة وحدة نتيجة لاننا اعلنا انه 29 خط تفاوضي قبل ان نجلس الى طاولة المفاوضة. شكرا لك نائب لواء جميل السيد على هذه المداخلة.